موجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انتقد ناشطون وعدد من أهالي بغداد ارتفاع معدل الغلاء وأسعار الإيجارات الشقق والعقارات في العاصمة، وخاصة في منطقتي الكرادة والمنصور. وأكد ناشطون أن كثيرا من سكان بغداد يعانون صعوبة توفير مبالغ إيجارات نهاية كل شهر. بدورهم أرجع خبراء اقتصاديون سبب الغلاء الكبير في الأسعار ببغداد وعدم معالجتها إلى سيطرة جهات متنفذة على العمارات والشقق السكنية، كما أن غسيل الأموال المنتشر في البلاد منذ عدة سنوات والفساد الاقتصادي هو سبب آخر وراء الغلاء غير المبرر بحسب الخبراء لارتفاع إيجارات الشقق السكنية في بغداد. أكد ناشطون وصحفيون في صلاح الدين أن المشاريع الاستثمارية في المحافظة مجرد حبر على ورق، وأن المحافظة هي الأولى بالفساد، وبينوا أن قيمة مشاريع الشرقاط بلغت 130 مليارا بلا تنفيذ، مؤكدين أن السلطات في محافظة صلاح الدين غير جادة بإنجاز المشاريع الخدمية، فيما حملوا المحافظة المسؤولية عن الإخفاق في تنفيذ المشاريع. وكشفوا أن أكثر من 168 مليار وصلت إلى محافظ صلاح الدين ولم يصرف مستحقات المقاولين، ولا أحد يعرف أين ذهبت هذه الأموال لأنه لا توجد شفافية في ملف المشاريع بالمحافظة. كشف النائب عن محافظة البصرة أحمد طه الربيعي عن شبهات فساد في مديرية التربية بالمحافظة تصل قيمتها إلى أكثر من 30 مليار دينار، وأوضح النائب أن هذه المبالغ استقطعت من رواتب موظفي مديرية التربية كتوقيفات تقاعدية، لكنها لم تصل إلى صندوق التقاعد منذ سنوات، داعية إلى فتح تحقيق وإحالة المتورطين في ذلك إلى القضاء. وأكد النائب أن هذه القضية تكشف عن مدى تغلغل الفساد وسوء الإدارة في صرف هذه المبالغ في أبواب معينة غير الأبواب المخصصة لها دون غطاء وسند قانوني. شهد سهم فيسبوك انخفاضا غير مسبوق في تاريخه بنسبة 25% بعد أن حققت الشركة نموا في الإعلانات أقل من المتوقع. وأدى الانخفاض الهائل في الأسهم إلى القضاء على أكثر من 200 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة. وقال خبراء إن تغيير علامة فيسبوك التجارية إلى ميتا لم يكن كافيا لإلهاء المستثمرين عن المشاكل الموجودة في أعمالها، حيث خسر تطبيق فيسبوك الرئيسي مليون مستخدم في أمريكا الشمالية، حيث يحقق أكبر قدر من المال من خلال الإعلانات. أما الآن فانتقال سريع لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن. ختام الموجز بأمان الله.